مصطفى فروم ايجيبت. يواجهه في الركن الازرق مصطفى الهامي من العين. مصطفى الهامي من مصر. سلام لاعب من مصر الشقيق مصطفى الهامي، قدم مباريات جميلة ورائعة في هذه البطولة، وقدم مستوى رائع وجميل في هذه البطولة. ماجد النقبي قدم مباراة رائعة في البارحة، يا سلام. سنرى اليوم لوحة فنية رائعة مع ماجد النقبي وإلهامي، يا سلام. نريد المتعة، نريد السعادة في هذا اللقاء، يا سلام. متعونا، يا سلام. هذه هوك جميلة ورائعة من الهامي. الهامي يقوم باستفزاز ماجد النقبي. أبركت، يا سلام. مجموعة لكمات من الهامي. هوك جميل، هوك، يا سلسلة لكمات رائعة جميلة من اللاعبان، يا سلام. مستوى رائع من اللاعبان. أبركت، يا هذه قوية من ماجد النقبي. دخول الهامي، يريد الوصول، والنقبي يريد الوصول، يا سلام. قوية من اللاعبان، يا سلام. جدية، قوة. هذا يقول أنا وهذا يقول أنا، لكن أنا أريد إلا أنا، يا سلام، يا سلام. الهامي، قوية مستقيمة. أربع ضربات جميلة مستقيمة. أبركات، هوك، يا سلام. الهامي، يا سلام. لا، نقول لإلهامي لا تستفز، لا تستهزئ بخصمك أبدا. ماجد النقبي ليس بلغمة سائغة، وكذلك يا يا نقبي نقول لك أن إلهامي ليس بالخصم السهل. نريد أداء، يا سلام. مجموعة جميلة مستقيمة ورائعة، وصلت، يا سلام. أبركت كادت أن يصل، يا سلام. أبركت واصلة. ماجد على فكرة من اللاعبين المميزين في هذه، يا سلام، في هذه الحركة. يا سلام. مجموعة من وصلت الكونتر أتاك، يا سلام. الاثنان يلعبان مباراة جميلة. يا خطافية طويلة من إلهامي، يمينية ويسارية، وماجد النقبي في الدفاع يريد. وصلت، يا سلام. المتعة في الجولة الأولى، نتمنى الاستمرار، يا أريدها، يا مستقيمة ودخول مجموعات. أبركت مستقيمة، هوك، يا سلام. الحضن ممنوع والعتب مرفوع، هناك كورونا، العب، يا سلام. هوك من ماجد النقبي مستقيمة، ورجوع ودخول، إصابة، يا هوك. دخول رائع من الهامي، ولكن هناك كونتر أتاك، إيقاف من اللاعب ماجد. ماجد النقبي يريد أن يوقفه، يريد أن يوقف تقدم إلهامي، وإلهامي يريد أن يعبر هذا الجسر بأي طريقة كانت. انتهت الجولة الأولى، إلهامي ماجد النقبي، مباراة رائعة. مجموعة لكمات في الجولة الأولى، يا سلام. مجموعة لكمات ممتعة، لاعبان رائعان قاما بالمطلوب، ولكننا لا نكتفي بالمطلوب، نريد أكثر متعة، نريد أكثر إثارة، نريد مستوى ننبهر له.
وبه متعة ماجد النقبي إلهامي مفاجأة هذه البطولة هناك لاعبون كثيرون فاجأونا بالمستوى والأداء لكن الآن نحن في خضم هذه المباراة هذا النزال النقبي يبدأ سلام إلهامي يبدأ باستفزاز النقبي والنقبي هوك وخروج من إلهامي يا سلام النقبي مجموعة لكمات أصابت مجموعة لكمات من إلهامي ماجد يا الرد أتى وصل الرد يا إلهامي مستقيمة ولكن هناك جواب آخر وسؤال آخر إلهامي يقوم باستفزاز ماجد ماجد يريد إلهامي يتقدم ماجد الآن في الجولة الثانية أبركت أوقفت ماجد إلهامي أبركت من ماجد كادت أن تصيب مستقيمة أصابت ومستقيمة تخرج وإلهامي يقوم باستفزاز ماجد الآن في خضم هذه الجولة يحاول الوصول مستقيمة وهوك خطافية أبركت إلهامي يحاول السيطرة وماجد يمنع السيطرة إلهامي مستقيمة سفلية ومستقيمة يمينية من ماجد يا سلام على الأخلاق امتنع عن الضرب قبل أن يوقف الحكم النزال هذا قوية هوك يا مستقيمة خطافية رائعة كان الشباك مفتوح يا إلهامي فدخلت الضربة يا سلام ماجد يحاول السيطرة على إلهامي وإلهامي يريد العودة للمباراة بالهجوم يا رد جميل من ماجد النقبي سيعود عشر ثواني مستقيم رائعة النقبي له كلام آخر النقبي له مجموعة أخرى يا أداء يا لوحة ذهبية نراها في الأفق تتلألأ بانتظار من يقتطفها ذهبية معلقة بين ماجد النقبي وإلهامي على هذا الأداء الجميل يا سلام أعزائي المشاهدين الحضور الكرام بالله قولوا لي ما تستاهل هذه المباراة أن الواحد يحتار حتى في نتيجته مستويات رائعة قاعد تقدم في المباراة هاي والمباريات السابقة كذلك روعة منتخب سيدات فريق سيدات رجال شباب يا جماعة الخير الملاكمة العربية في تقدم مستمر الجولة الأخيرة جولة المدربين يا سلام مستقيمات أبركت صاعدة داخلة من إلهامي سلام خروج ودوران جميل من ماجد يا سلام مستقيمة رائعة سريعة يا سلام مجموعة لكمات يا أوبر كات رائعة
كادت أن... يا سلام رائعة. أوه مستقيمة كادت أن تصيب وتفجر. يا سلام يا سلام. يقوم الحضن ممنوع والعتب مرفوع، الوضع كورونا، ابتعد حتى نسعد في هذا النزال. بدأ ماجد، ماجد يحتاج للعودة للنزال، وإلهامي يريد أن يثبت في النزال. أوه مستقيمة طويلة خاطفة من إلهامي لكنها بالقفاز المفتوح وهذا ممنوع. ماجد كذلك، أوه هوك جميل، هوك جميل، أوه أصابت. صاروخ وقع في الفخ. إلهامي مستقيمة قوية، إلهامي يحاول أن يبتعد عن ماجد، وماجد يحاول أن لحاق ولكن عل وعسى سيلحق. نعم مجموعة لكمات، إلهامي يحاول الآن اللحاق بماجد. إلهامي أعياه التعب. أو مستقيمات، لاعبان قدما مباراة جميلة ورائعة. بدأ ماجد فنن، خروج جميل من ماجد. السلام، الحكم ينظر للمباراة. مباراة رائعة من ماجد، مباراة رائعة من إلهامي. أصابع لا، إنه دفع دبر. يا الحكم يوجه انذار ماجد النقبي. مستقيمة مجموعة لكمات من إلهامي، مجموعة لكمات من إلهامي. ماجد يحاول العودة الآن، الآن ماجد يحاول يسيطر. نعم ماجد في الزاوية، إلهامي مسكر عليه الباب ولكن خرج، خرج ماجد وإلهامي يمسك. يا إلهامي واقف ويقول له يا أخي لا تطلع إيدك، وراشد وماجد يقول له يا أخي فتش إيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. 10 ثواني أخيرة في هذه الجولة الرائعة. أوه هوك جميل من ماجد مؤثر. مباراة رائعة، مباراة جميلة، أديا مباراة قوية. يا سلام تحتار في النتيجة يا أخوان، تحتار من النتيجة. انتهت المباراة في وزن 64. ما أدري شو نقول. انتهت المباراة. ماجد النقبي نجم منتخب الإمارات، عدت والعود أحمد. ماجد النقبي أدى مباراة رائعة، دخول وأبركات وسلسلة لكمات رائعة. شكرا إلهامي، شكرا ماجد النقبي على هذه المباراة الرائعة. استمتعنا.